ازيكم شباب جديد وحلقه جديده النهارده يا جدعان. معانا فيديو شيق جدا. النهارده هنفتح على صناديق الطقم الجديد الدوميونيتور. طبعا يا جدعان احنا ده يعتبر انفست، يعني احنا اتمنى ان احنا نكسب حاجه. يعني هيبقى اول مره في حياتي اكسب اسلحه من الجارنت اسمها جارنت تقريبا، يعني اتمنى يكون ده اسمها صح، حتى عشان انا ايه اصلا. احنا اكونت الجيب بتاعي معانا 30000 زد بي، انا مش عينهم طبعا بفلوسي، يعني ده الفيديو سبونسر بدعاية نفسي ماشي. طبعا يا جدعان لو انتوا في اي حد فيكم حابب يشحن في يوم من الايام، طبعا احنا عاملين حاليا عرض العيد الاضحى، عرض جامد جدا جدا جدا. انت ممكن تشحن اي كود من عندنا وتكسب زيه ببلاش، يعني انت معاك كودين بثمن كود واحد. طبعا انا مش هشرح العرض مرتين يعني، فهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، انت ممكن تبص عليه بصه. وبرضو لو حبيت تشحن برضو هتلاقي بالك لينك صندوق الوصف، يعني الاثنين في نفس المكان اللي هو صفحه الفيسبوك بتاعتنا، وبالك رقم الواتس بتاعنا صندوق الوصف. يعني لو هنكسب ماشي حط لايك، لو انت شايف ان احنا هنكسب ماشي، لو انت شايف ان احنا هنكسب حاجه بال 30000 زد بي دول حط لايك، لو انت شايف ان احنا مش هنكسب حاجه حط سبسكرايب. خد بالك معايا، انت حط حاجه من الاثنين يعني، بس في الحاله حط الاثنين عشان خاطر حط الاثنين لو انت مش متاكد، يعني لو انت مش متاكد كده او كده مالكش راي حط الاثنين. بصوا انا هشتري كلهم مره واحده بكل الفلوس، ولا ممكن اكسب كل الاسلحه واشتريت بزياده على الفاضي، مش عارف. احنا هنشتري 30 ماشي ونقف بقى خلاص كده كفايه ماشي. المهم بقى نفتح 10 مرات ونشوف. يلا بسم الله. اخو ده مش طقم جديد اصلا. انا عفوا يا جماعه، عفوا ده يوم 15/6 ماشي، فهو طقم احنا اللي اتاخرنا شويه بس مش مشكله. تعال نفتح عليه ونقول بسم الله. يلا انا ممكن اعمل سكيب، ثواني بس، احنا ممكن نعمل سكيب بس احنا مش عايزين نعمل سكيب دلوقتي. كنت فاكر حاجه جولد فولت حاجه جامده جيم، اي حاجه خالص ولا اي حاجه. اكسبت مش انا اكسبت، لا نفتح اللي بعده نعمل سكيب. ايوه اوه ال ام 200 ال ام 200 يا جدعان، اوه من تاني فتحه. اوه لا 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 احنا كده اشتريناها، يعني هو اصلا ال 10 لوحدهم. بص ال 10 بكام؟ ال 10 ب 4750 زد بي، من تاني يعني يعتبر كسبتها ب 10000 زد بي. عد معايا دي تاني من تاني فتحه، من تاني 10 صناديق فتحناهم. عد معايا يا عزيزي المشاهد، لان النهارده احنا باذن الله نعمل بروفيت. اكوادي يعني حلال ودايما اكوادي مربحه، يعني حتى انا ذات نفسي كسبت يعني. فلا انت بتقول ايه؟ والناس اللي ما كسبتش ها؟ ما تجيش تقول لي تعالى انت ما كسبت، احنا ما كسبناش ماشي؟ عشان انت حظك وحش ماشي؟ يعني احنا بس اللي حظنا حلو عشان احنا سالكين. نفتح 10 كمان، تعالى نفتح 10، تعالى نفتح واحده، لا نفتح 10 كمان. على فكره انا تقريبا مش هكسب بقى المره دي، عارف ليه؟ لان انا كسبت المره اللي فاتت، فانا لو فتحت 10 تاني مش هكسب، فكان المفروض افتح صندوق على فكره بقى. بس يلا يعني ما يا رب نكسب حاجه. بس انا عايز الكوكري، الكوكري ده شكله تحفه يعني. يلا هيجي في اخر واحده ما جاش في اخر واحده. بس انا تعالى نشتري، بس انا هشتري بكله، يعني انا هشتري بكله بقى 30 واحده كمان. يعني انت بص ب 300 جنيه 310 جنيه اللي هو 30000 زد بي بالبونص تقدر تفتح 60 جارنت 60 محاوله، وممكن تكسب حاجه منهم. وانا متاكد اكيد يا جماعه هتكسبوا حاجه، اكيد انا متاكد يعني. طبعا لو ما كسبتوش ممكن تعملوا حاجه، تعملوا اكستشينج يعني. مش معنى احنا معانا زيرو ماشي، ما فيش مشكله، ما اعرفش احنا معانا زيرو ليه بس ماشي. المهم يا جدعان واحنا تعالوا نفتح صناديق واحكي لكم القصه اللي انتم ما تعرفوش عنها حاجه. مبدئيا انا ما كنتش ناوي اشحن، انا مش ناوي اشحن اصلا في الايميل بتاعي، لانه يعني جت الصدفه. الام 4 الام 4 يا جدعان الام 4 كملت يعني، ما فيش حظ في الدنيا اسلك من كده يعني، بجد يعني مفيش حظ في الدنيا اسلك من كده. 10 كمان. فايه اللي حصل اصلا خلاني اشحن؟ ان انا الزبون طلب مني كود، واخد بالك معايا؟ بعدها اديتهوله، بعدها اكتشفت اصلا ان هو يعني ما حولش فلوس. انا لحقت نفسي بسرعه ومفيش حد كود على ايميلي، فاللي هو حاجه تزعل الصراحه يعني. يلا مش مشكله. فبس يعني الحمد لله جت في مرمانه، ما خسرناش يعني. عمال نفتح صندوق، واحده كمان، واحده بس من المتابعين. ايوه طاقيه، خدت درع طاقيه وحشين.
واحده كمان سي فور، واحده باسم بابلي. ايوه طاقيه برضو، معقوله ما احنا اتنين زي بعض يا جماعه، احنا برضك متابعين بنحب بعض. واحده باسم محمد، واحده باسم علي، ده واحده باسم بابلي بقى عشان انا حاسس انها دي. هي برضه هو كل مره طاقيه باسمي ولا ايه؟ واحده ب واحده من الناس اللي عملت لايك. لا مش ممكن، مش ممكن الناس اللي عملت لايك. انتوا ناس سالكين، انتوا ناس السماعه فصلت، الكاميرا فصلت، ما اعرفش فصلت ليه. يعني ايه الحظ ده بقى؟ ثواني كده يا جدعان بقى، يا جدعان لا مش ممكن. انا جالي اغرب خطا حصل حرفيا في الكاميرا، انا عمري ما شفت الخطا ده قبل كده، بس بيقول لي خطا بيقول لي قاعد تخيل البطاريه، ما اعرفش ايه الخطا الغريب اللي انا عمري ما اشوفه ده. طب مثلا أنا انزل الكاميرا تحت، علينا بقى مش مهم، المهم بقى يا جدعان بجد الناس اللي حطوا لايك دول ناس جدعه، ناس جدعه جدا جدا جدا، بحبكم قوي. يعني انتوا بجد بجد كسبتوني القنبله دي، هي اي نعم قنبله بس كسبتوني ماشي، فلوس ما راحتش في الارض. يعني يلا بقى الناس اللي عملت لايك ناس جدعه. واحده كمان سي فور، واحده بقى الناس اللي عملوا كومنتات طاقيه. خلاص كده ما معناش فلوس يا عيني. ألف ونص، ألف ونص يفتحوا لنا صندوق حتى تقريبا، يفتحوا لنا صندوق 500 ماشي، ثلاث صناديق، ثلاث صناديق. طب نشتري كده كمان، واحدة كمان بقى أيوة، طب آخر ثلاثة بقى يلا يلا كمان كمان كمان. لا لا احنا نقدر، احنا نقدر قهوة الدود. آخر صندوق هنكسب فيه حاجة محسوسة، سي فور. الحمد لله الحمد لله طلعنا بالإيمنتين والإيم فور والسموك. هي راحت فين الفلاش قصدي؟ انا كان نفسي قوي قوي في الكوكري بصراحه، كان او الكوب يعني، كان اكتر حاجه نفسي فيها. بس على فكره حلوين ان انت يجي لي رايفل وسنايبر، ده حاجه حلوه قوي قوي يعني. تمام طيب دلوقتي بقى ندخل للقصه اللي كنت عايز احكيها لكم، او انا حكيتها تقريبا، انا حكيتها تقريبا، هو انا شحنت اصلا صدفه ما كنتش عايز عشان بس يعني يلا كنتوا طيبين يا جدعان. نفتح بقى على الطقم ده، طقم جديد فممكن يبقى حظه حلو. هو ده في اسلحه الماجما او يا لهوي مش حاسس قوي يعني، هو ممكن يكون في وسط كل دول الجامد قوي قوي يعني، هو لقيتها بيقوم زعبلاوي بس مش احسن من كده بصراحه يعني. احنا ممكن نفتح على الطقم الجديد ده عشان هو هوت سمر، فهو له علاقه بالصيف، احنا نفتح عليه. انا ممكن احدد سيلكت بقى، نسيلكت من جوه، نحط الماجما ونحط الكيتلين جان. اي نعم هو هيبقى رخم قوي لان هو مش حلو، بس يعني مش مهم. ممكن برضو نحط البريت، لا الام 200 لا، لسه كسبانين واحده مش محتاجين. ممكن ناخد بقى الدول كرامبت، ممكن ناخد الدول كرامبت بس بتهيألي كده كومبليت. تمام ايه بوش عايز، هو ده ابديت جديد ممكن افتح 10 مع بعض. طب ده نعمله ازاي ده؟ ادوس ادوس ما كسبتش حاجه، ما كسبتش حاجة، كسبت كوبونات وجي بي بس. لا مش اوبن اجين ايه يا روح خالتك، انا ما كسبتش اي حاجة. طب ممكن نعمل اوتو سبن احسن، اوتو سبن حس بالروح. ايه ده؟ انا عملت اوتو سبن، انا عملتها اوتو سبن. ايه الكلام ده؟ فين اوتو سبن؟ انا مش شايف اوتو سبن. انا مش عايز افتح 10. الفيديو خلص. ايه ده طيب يعني مش فاهم، ابديت عبيط يعني. فين بقى الاوتو سبين؟ انا كده بفتح بنفسي. اوكي احنا بقى تعالى نشوف احنا كسبنا الحاجه اللي كسبناها راحت فين. اوف الحاجه ما دخلتش لك الانفنتوري، ندخلها من هنا. تعالى بقى ايه السموك، نأمن بس الحاجه بتاعتنا، والام 4 الام 200. اوكي ديسمس لا هي انفنتوري صح، بس دخلنا الانفنتوري. الباقي بقى ده كله كده مش عايزه. بوينتس ريسيفد 12 بس، قليل قوي ده، قليل قوي ده، ما بيعملش حاجه صح، ما نقدرش نشتري بيه حاجه من الشوب. ده اقل حاجه بتاع 200 ولا حاجه. طيب بصوا احنا ممكن، لا بصوا انا هاخد كل الكلام ده عندي في الشوب ماشي، هاخده كله بقى وخلاص كله كله. ايه ده هو كان يقصد 12 في ال في ال في ال في ال 12. انا غلطت، هات لي بقى كده سميث يلا، دي كمان
كده بقى معانا كام بقى؟ 48. ما يجيبوش اي حاجة، مش مشكلة يعني. متهيألي كده اتعشت، اتعشت قوي قوي يعني. طب هنحط المفور والسنايبر والسموك. دي سموك، دي هي دي سموك صح ولا دي في الاف بي دومينيتور؟ اف فلاش بانج، اه فلاش بانج صح، فلاش. نحط درع الفوزة ونأكتف دول بس كده. كده اتعشت يا جدعان. الاكونت لسه وش بيضحك. الاكونت لسه، اوريك حاجة، اوريك حاجة. بص يا جدعان الاكونت لسه، اه اصلا في اللوبي. بص الاكونت لسه وش بيضحك حرفيا. حكي لكم القصة دي تقريبا محدش يعرف عنها حاجة. هي بصوا يا جماعة، اكونت كروس فاير بتاعي اللي كنت بلعب بيه من زمان يعني، اللي هو في شهر 2 بقى الكلام ده حصل. انا اميلي خدان كروس فاير، لما تواصلت مع اللعبه وبتاع بيقولوا لي انت ايميلك واخد بان لان انت بتشحن زد بي للاجانب. انا ما اعرفش ايه العيب في حاجه زي دي، بس يعني هم كده افتكروا ان هم منعوني يعني. بس ما بس ماشي، حد قفل الايميل مش عايز الايميل. عملت واحد غيره بقى بس برضه مش هزيره. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعمل لايك، ولو ما شفتش القناه شير القناه وفعل زر الجرس. ويعني كانت مكسب بصراحه جميل قوي يعني. لو انت ناوي تشحن ما تنساش ان احنا عقد العروض تشوفها عندنا على الصفحة يعني. بس الفيديو الجاي مع السلامة.